بشكل متصاعد ومستمر. لم تهدأ آليات النظام العسكري في استهداف مناطق العاصمة دمشق وريفها، حيث أفاد مجلس قيادة الثورة بأن قوات النظام استهدفت مناطق حي المزة 86 وحي المهاجرين وسط العاصمة بعدد من الصواريخ، ما دفع بالنظام إلى تكثيف انتشاره الأمني في حيي الميدان وتشرين بالتزامن مع استهداف حي جبر الدمشقي بالصواريخ. هذه التطورات تزامنت مع استمرار الاشتباكات على محور بلدة عين ترمة في ريف دمشق بالغوطة الشرقية وسقوط الصواريخ على معظم أحياء البلدة مسببة دمارا في المنازل، فيما ألقيت البراميل المتفجرة على مدينة درية بريف دمشق، كما قصفت قوات النظام بمختلف أنواع الأسلحة مناطق مدينة دوما وسط سماع انفجارات. هذا وأفاد المرصد السوري بمقتل عنصرين من حزب الله خلال اشتباكات عنيفة مع الثوار لدى صدهم هجوما لميليشيا الحزب في القلمون. شبكة شام الإخبارية أفادت بمجزرة جديدة للنظام راح ضحيتها العشرات من المدنيين في قصف بالبراميل المتفجرة على أحد الأفران في مدينة الباب بريف حلب، فيما قتل عدد آخر من المدنيين في منطقة سوق الخضار في حي طريق الباب، وأصيب آخرون بجروح خطيرة. كذلك إدلب شهدت سقوط عدد من الجرحى إثر غارة جوية شنتها قوات النظام على مدينة معرة النعمان بريف إدلب، إضافة إلى ألحاق دمار كبير بالمنازل والممتلكات، حيث هرعت سيارات الإسعاف وفرق الإنقاذ إلى المكان بحثا عن ناجين. هذا وتمكن الجيش الحر من السيطرة على بلدة دير العدس في درعا في ظل اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، وذلك بالتزامن مع اشتباكات بين الثوار وعناصر الأسد في الحي الغربي من مدينة بصر الشام بريف درعا. وفي مدينة مورك بحما استهدف الثوار عدة مراكز عسكرية للنظام بالتزامن مع غارات على أحياء مدينة كفر زيتا بريف حما أدت إلى أحراق عدد من المنازل. توني مزرعاني، العربية.